السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من حساب الطالب في نظام أضلال لإدارة مواقع تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم عن بعد. واليوم إن شاء الله هنتكلم عن الدفع بالباي بال من خلال الويب سايت أو من خلال السيستم، إزاي إن الطالب يقدر يدفع باكج هو حجزها قبل كده بالباي بال بطريقة عملية على الويب سايت. فيلا بينا على الويب سايت عشان نطبق بصورة عملية. زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا في صفحة الطالب سعيد شلبي، ودي الباكج اللي احنا حجزناها في الفيديو اللي فات. وقفنا عند عملية الدفع اللي خاصة بالطالب، فهنا لو الطالب عنده باي بال هيبدأ ان هو يضغط على باي ويذ باي بال، هيحوله مباشرة على حسابه في الباي بال او تسجيل في الباي بال. طبعا احنا عندنا هنا خدمة من الباي بال، حاجة اسمها ساند بوكس، يعني تجربة البرمجة من خلال باي بال، فبيتيح ليك حساب وهمي تقدر من خلاله ان انت تجرب وتأكد من نجاح عملية الدفع بالباي بال على السيستم اللي انت برمجته. طبعا انا دخلت اليوزر والباسورد. لو اي حد حابب ان هو يتعرف على حساب الطالب وازاي خطوات الدفع بالباي بال يقدر يتواصل معانا على الايميلات الموجودة في الفيديو والتليفونات الموجودة في الفيديو، ونقدر ان احنا نديله الحساب الخاص بالباي بال اللي هو التجريبي، يقدر من خلاله ان هو يجرب عملية الدفع بالباي بال. وطبعا هنا قيمة الباكج $30، هيبدأ الطالب ان هو يعمل كونتينيو للدفع. هنا طبعا البيمنت سكسس، ونقدر نشوف كل بيانات الباكج اللي هو اختارها الطالب، وهنا عملية الدفع ترو والبالانس اللي هو موجود في حسابه $30. وطبعا لو رحنا للاكاونتنج الخاص بالطالب هنلاقي ان هو تم حجز باكج، رقم الباكج 94 والكرنت بالانس للطالب $30، وهنا التوقيت اللي هو حجز بيه الباكج. وطبعا لو ضغط على رقم الباكج يقدر يديله مواصفات كاملة للخيارات اللي هو اختارها في الباكج. وطبعا في هناك او في هنا مجموعة من الخيارات الاخرى زي الكلاسز، دي الكلاسات اللي هو هيدرسها في اول يوم، هيبدأ في دراسة يوم 14 وينتهي 4 أغسطس 2020. وطبعا لو راح للكالندر، الى الان طبعا الدروس لسه ما نزلتش على الكالندر، مش هتنزل الا لما يتم اختيار معلم للطالب. طبعا بكده فيديو النهاردة انتهى، وعرفنا ازاي ان الطالب بيدفع بالباي بال من على الموقع، ونشوفكم في الفيديو القادم وازاي الطالب يحجز باكج من البالانس الخاص بيه. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.